الختوم معانا على الهاتف دكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الاثار بالمتحف المصري. صباح الخير يا دكتور. الو. صباح الخير. صباح الفل يا دكتور. طبعا يعني احنا الحمد لله احنا متابعين الموضوع من الاول، وخاصه ما حدث امبارح منذ الرابعه عصرا. اول سؤال يا فندم، دلوقتي برضو كان بيقال ان يعني الشكل الفني للتمثال مش رمسيس الثاني، يعني الموضوع هنا وصل لايه يا فندم؟ والله الموضوع ده طبقا للابحاث اللي قامت بها البعثه المصريه الالمانيه. طبعا ان شاء الله النهارده في المؤتمر هيتم الاعلان عن هويه صاحب التمثال. المؤتمر اللي هيكون النهارده الساعه 6 باذن الله في متحف التحرير. في المتحف المصري في التحرير. تمام. في ميدان التحرير. طيب يا فندم، في ايضا اجراءات تانية بيتم اتخاذها في حاجة تانية بهذا الصدد او نقل الاثار بشكل عام؟ بالنسبة لنقل الاثار، طبعا نقل الاثار، عملية تغليف ونقل الاثار ده اصبح علمي درس الجامعات، في منهم كثير من العاملين في مجال وزارة الاثار حاصلين على الدكتوراه والماجستير في هذا العلم، علم تغليف ونقل الاثار. لانه علم الاساس لتأمين القطع الأثرية عند نقلها من مكان إلى آخر. فهناك عدة اعتبارات لابد أن توضع عند التعامل مع الأثر في عملية التغليف والمواد التي تستخدم في التغليف. الأثار المتوسطة تختلف عن الأثار الصغيرة، تختلف عن الأثار الثقيلة، والأثار الثقيلة أيضا لها عدة مذاهب وعدة مدارس أخرى. فعلم بداية هو العلم الذي يؤمن عملية الأثار ويجعلها في حالة أمان. بيسبقه بعض الخطوات أيضا اللي هي عمل تقرير حاله للقطع التي يراد نقلها، عمل ترميم اولي لكي يؤمن القطع اذا كانت فيها اي اصابات. والحمد لله لحد الان المتحف المصري الكبير بالجهود الذاتيه لوزاره الاثار تم ونجح في نقل ما يقرب من 41,000 قطعه اثريه بامان من اماكن مختلفه، من الاقصر، من اسكندريه. 41,000 ما يقرب من 41,000 قطعه اثريه بامان. وايضا كانت بعض الحالات منهم حاله يعني لا باس بها، والبعض الاخر كان بيحتاج لعمليه ترميم، والحمد لله وصلوا بسلام الى مخازن المتحف المصري القديم. الحمد لله. طيب دكتور عيسى، عايزين برضو رد على ما قيل الفتره اللي فاتت. طبعا كان في كلام كتير اكيد حضرتك تابعته حول نقل يعني هذا التمثال تحديدا، والناس بتقول التمثال اتكسر، بس انا يعني عارفه وفقا للساده المرممين بيقولوا ان الكسر بيبان اذا كان الكسر ده كان من زمان ولا جديد. ده فعلا حقيقه يا فندم، كان حضرتك مظبوط. الكسر الحديث بيبان عن الكسر القديم، الخبير او اي حد ممكن برضه يكون دارس يقدر يلاحظ الكسر الجديد من الكسر القديم. ولكن الحقيقه ان التمثال ده كان محطم في عصر الدوله الحديثه عند انتشار وبقى في عصر الرومان عندما انتشرت المسيحيه، وقاموا ان هذه الاصنام او هذه التماثيل تعبر عن الوثنيه، فقاموا بتحطيمها. التمثال بالفعل وجدته البعثه محطم الى اجزاء ولم تكتشف باقي الاجزاء. تمام، يعني التمثال كان مكسور ما اتكسرش من البلدوزر. لا لا، دي حقيقه يا فندم، دي امانه، وما اتكسرش من البلدوزر. التمثال مكتشف وموثق بالخطوات وبالصور ان هو داخل الحفره مكتشف مكسور، وده مش من سنه ولا اتنين، ده من الاف السنين. طيب انا بيقال ان في يعني منطقه عين شمس كمان تحديدا يعني في اثار كتير تحت الارض، يعني هل الساده مفتشي الاثار يعني هل هيتم بقى بعد كده التعامل مع الموضوع ده بشكل برضو اكثر اهتماما؟ هيحصل حاجه في يعني في هذا الموضوع؟ هيتم التنقيب او التفتيش عن اثار سواء التماثيل الصغيره وترميم مبدئي زي ما حضرتك بتقول، او تماثيل تكون كبيره؟ هو بالفعل يا فندم اي منطقه او اي يظهر فيها اي شواهد اثريه يتم التعامل معها، سواء هذه الارض تكون خاضعه لقانون حمايه الاثار تابعه لوزاره الاثار، يتم عمل حفائل عن طريق وزاره الاثار او بعثه مشتركه بعد الحصول على موافقه اللجنه الدائمه، وبتبدا تنقب على الاثار. واللي اتبعت مع البعثه المصريه الالمانيه ان الحفائل تمت باسلوب علمي على اعلى مستوى جدا، وارض سوق الخميس دي كانت ارض كبيره جدا، الحفائر بدأ فيها من زمان جدا، وتم اكتشاف العديد من الاثار وتم نقل منه معظمها الى المخزن المتحفي، وما زال بعض موجود في بالمطريه، وتم نقل بعضها الى متحف المفتوح بالمسله، والارض ما زالت تبوح بكثير من اسرارها. وان بس هي المشكله الوحيده اللي حصلت التعديات بعد الثوره
ان الناس زحفت على الاراضي اللي هي ايه فيها اثار ربما ان يكون يعني في ارض سوق الخميس ديت ان باقي التمثال تحت عماره من العمارات او ما شابه ذلك. تمام والله اللي حضرتك بتقوله ده محتاج ابحاث بقى وخطط عشان نعرف نطلع الاثار اللي تحت العمارات العشوائيه اللي موجوده في المنطقه. تمام تمام، بس دي عاوز بقى وعي اصلا من الناس يكون عندها وعي بالثقافه وبالحضاره المصريه، الكنز الذي لا يقدر بثمن. الناس هي اصلا المفروض في توعيه تبدا من المدارس تبدا من عفوا هنحتاج برضو يعني مساعدات من حضراتكم عشان موضوع توعيه المدارس ده يا دكتور عيسى. لا احنا في عندنا بالفعل في وزاره الاثار اداره اسمها اداره الوعي الاثري بتقوم بتنظيم محاضرات للمدارس وتلك محاضرات وتعمل تنشيط وبتعرف الطلبه الحضاره المصريه وطبيعتها وازاي نحافظ عليها لان الحضاره المصريه ده طبعا فخر لكل ايه لكل العالم. طبعا. طيب يعني النهارده ان شاء الله الساعه 6 مساء هيتم الاعلان في المؤتمر التمثال ده عباره عن ايه وتمثال مين بالضبط. وبالمناسبه صحيح يا فندم سؤال اخير، هل تمت دعوه وكالات انباء عالميه لتغطيه الحدث؟ يعني هل التغطيه الاعلاميه مرضيه بالنسبه لكم؟ بالنسبه للمؤتمر المؤتمر طبعا المكتب الاعلامي بوزاره الاثار وايضا برضه المكتب الاعلامي بوزاره السياحه تم دعو وكالات الانباء سواء المحليه او العالميه، وان شاء الله هيبقى حدث كويس جدا. والمعرض طبعا هيبقى يعني مشرف يعبر عن تاريخ البطاريه والاثار المكتشفه فيها، ومش هيتم قصره على التمثال فقط الاخير، هيتم بعض برضه القطع المكتشفه المهمه اللي موجوده من البطاريه وتم نقلها اليوم لحديقه المتحف المصري التحرير. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، هنتابع المؤتمر اكيد يعني ان شاء الله موفقين، وهنتابع مع بعض المؤتمر طبعا على قناه دريم على مدار اليوم. دكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الاثار بالمتحف المصري، شكرا جزيلا.